اعمل معاكم النهارده اسياخ الكفته بالبتنجان. ايه مكونات او مقادير الوصفه دي؟ انا معايا لحمه مفرومه، وانا هنا بفضل لحمه مفرومه الخشنه اللي هي واخده وش واحد في المفرمه. معايا كمان بصل مفروم، بهارات 7 بهارات، ومعايا سماء و او بهارات لحمه يعني، وملح وفلفل. معايا بقى البتنجان اللي هو متقطع سلايسز ده كده، ومعايا كمان للتقديم بصل مشوي وطماطم مشوية وفلفل ألوان مشوي، ودول اختياري لأنهم للتقديم. هتتبلي الكفتة دي بإيه يا ساندرا؟ أنا هعتمد أكتر هنا على طعم البتنجان أكتر من أي تتبيلة. واللي اتفرج معانا امبارح وإحنا بنعمل البرجر، لقيت إنه ناس كتير طبقت وبعتت لي قالت لي إنه إيه ده؟ ده البرجر طعمه حلو من غير توابل البرجر. مش عارفة الصراحة يعني. بصوا، أنا بشوف التوابل اللي موجودة في السوق دي لذيذة جدا، بس احنا نقدر نعمل الحاجة طعمها باين اكتر والذ من غيرها. بصوا، ده البصل المفروم. احنا هنعمل ايه؟ انا هتبل اللحمة بتاعتي، قلت لكم معايا اللحمة ومعايا البصل ومعايا هنا السماء، وعلى فكرة السماء لما بيدخل في خلطة الكفتة دي بيبقى لذيذ قوي. معايا بهارات لحمة او 7 بهارات ايا إن كان انتوا بتسموها ايه او بتحبوا تستعملوا ايه، ومعايا ملح. تعالوا ناخد كده شوية ملح هنا، ومعايا فلفل مجروش. وهي حلاوة اللحمة يا جماعة، ان كانت كفتة ان كانت برجر، الفلفل المجروش بيديها طعم حلو جدا. ايه الحاجة الوحيدة او الاوبشن الوحيد اللي انا مش هحط فيه فلفل مجروش؟ انه يبقى في اطفال هتاكل، ففي اطفال ما بتقدرش تمضغ الفلفل المجروش بيضايقها، فهستغنى عنه. لكن لو انتوا بتعملوا الكفتة دي عادي ليكوا، هتعملوها ازاي؟ فلفل مجروش هيبقى اضافة لذيذة جدا جدا. والسماء على فكرة، السماء يا جماعة حلو قوي. بصوا انا بعجنها مش بس بقلبها. طيب هبتدي بقى ايه اشكل. يلا، انا اللحمة دي 20% دهون مش اكتر. انا ممكن لو انا يعني ايه عاملة دايت في البيت هقلل شوية، لو انا مقررة اقلل سعراتي هقلل شوية، لو انا بعاني من الكوليسترول هقلل شوية. لكن يعني مبدئيا كده الكفتة الستاندرد بتاعها هما ايه 20% دسم منها فيها. الفرن بتاعي يا جماعة اول ما ببتدي فيه الوصفة دي، الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 180 مش اكتر ولا اقل، خلاص عشان اجهز الاسياخ بتاعتي ما تتحرقش في الفرن، بحتاج ان انا انقعها في مية. تعالوا بصوا كده على الكوباية اللي جنبي دي، الاسياخ بتاعتي منقوعة في مية عشان لما تدخل الفرن ما تسودش. بصوا بقى شكل لذيذة، شكل الاسياخ دي بتطلع حلوة قوي. انا هكمل تشكيل الاسياخ وهدخلها الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180، المفروض انها تاخد من 20 ل 25 دقيقة، وارجع لكم بعد الفاصل بوصفة تانية لذيذة جدا جدا